ما الفرق بين العزل الصحي والحجر الصحي الذاتي؟ مرحبا بكم في قناة يجب أن تعرف. في الوقت الذي أصبح فيه فيروس كورونا وباء، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، تسعى الدول التي سجلت حالات عدوى بالفيروس إلى السيطرة على المرض وتقليل أعداد المصابين من خلال منع اختلاط المصابين أو من يشتبه بإصابتهم مع الأشخاص الأصحاء. في مثل هذه الظروف، تفرض الحكومات بعض الإجراءات الصحية الطارئة مثل الحجر الصحي والعزل، وعلى الرغم من أن كلا المصطلحين يبدوان متشابهان في المعنى، لكن هناك اختلافاً مهماً عليك أن تدركه وتعرف معناه، خاصة في الظروف الراهنة. العزل والحجر الصحي من الممارسات الشائعة التي تستعمل لتقويض ومنع انتشار المرض في منطقة جغرافية معينة. وعند الحديث عن الفيروس التاجي الأخير، فإن تفسير كل مصطلح يختلف عن الآخر من حيث الإجراءات. العزل الصحي هو مصطلح يشير إلى تقييد حركة المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19. هؤلاء الأشخاص تفرض عليهم إجراءات العزل بوضع أنفسهم في عزلة كغرفة في المنزل بعيداً عن الأشخاص الأصحاء، وذلك في حال لم تكن الأعراض التي ظهرت عليهم ذات خطورة، فيتم عزلهم في المنزل حتى تختفي حدة المرض أو تشتد الأعراض لينقلوا بعد ذلك إلى المشفى. أما الأشخاص المصابون بالمرض ويعانون من أعراض شديدة، يتم عزلهم في أقسام خاصة في المستشفيات والمراكز الصحية، ويخضعون لمراقبة طبية كاملة على مدار 24 ساعة. على الجانب الآخر، تفرض الحكومات الحجر الصحي في حالة تفشي وباء في البلاد على الأشخاص الأصحاء لمنع إصابتهم بالعدوى، حيث يفرض على الأصحاء التزام المنزل وعدم الخروج منه إلا في الحالات الضرورية فقط. كما يفرض الحجر الصحي على الحالات التي يشتبه بإصابتها بالعدوى، كالأشخاص الذين خالطوا مصابين أو بعد عودتهم من بلاد شهدت تفشي للفيروس. هؤلاء يفرض عليهم الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوماً، وهي مدة حضانة الفيروس التي يظل خلالها معدياً، ويمكن أن تظهر أعراض المرض على الشخص إن كان مصاباً.